الوغ الحملة اللي نشرنا هذه سيمانة في ريزو سوسيو ديالنا هي حملة ديال التبرع بالدم، اللي واحد اللي هي واحد الثقافة اللي نقدروا نقولوا ما دخلناش بزاف في المجتمع ديالنا. كنحاولوا نديروا واحد الحملة تحسيسية للناس باش انهم يعرفوا بلي راه الدم كاين خصص كبير في الدم في المغرب، وانه خاصنا نشجعوا على الناس انهم يتبرعوا جوج حتى ثلاثه المرات في كل عام. دونك جينا هنا في لونسيجي ديال كازا مع لي زيتوديون ومع لي بروف على الادمنستراسيون، جبنا السونتر ديال ترانسفوزيون هنا باش يجيو الناس ويتبرعوا ويعطيو دمهم باش يعاونوا الناس. كل عام كنجروا هذا ليفينمون في لون سي جي كازابلانكا، كيكون عليه اقبال كبير باسكو حنا عارفين في المغرب كنحتاجوا الدم بزاف، كيطراو دي كا غراف اللي كنحتاجوا الدم ديفو ما كنلقاوهش، والحمد لله كنقدروا ناسيغيو بزاف لي ساشي اللي غيقدروا يعاونوا الناس اللي في دي كا غراف، كلكو سوا الناس قراب لينا الله يحفظ ولا الناس ما كنعرفوهمش. الحمد لله، وجيسبر ان الناس يبقاو ديما يعطيو الدم، جوغ ماشي غير بحال اون اوكازيون بحال طرا في الزلزال كلشي مشى كان اقبال على الدون. جيسبر كلشي تكون عنده اون ابيتود انه يبقى يعطي ديما بوغ سيرفير انه نعتقوا بزاف الارواح اللي حنا ما كنحسوش براسنا درنا هذاك لو جيست حتى كيعتق واحد الروح ما كنحسوش بها حنايا. حنايا اليوم في التظاهره الاجتماعيه اللي شن نتبرعوا فيها بالدم اللي نظموها نادي غوطاغاك التابع الغوطاغي، كنشكرهم على هذه المبادره اللي داروا، كيخولوا الطلبه انهم يتبرعوا بالدم في المدرسه ديالهم بلا ما يوفروا عليهم داك العناء ديال الديبلاسمون داكشي. كنا كنشوفوا ان وهي فائده لينا ولغيرنا، كتسمح التبرع بالدم كيسمح انك تروسيكلي الدم اللي عندك في الدات ديالك، وكيسمح انك وكيعطيك الحق انك تنقذ ارواح اخرين. كنشوفوا حالات اللي ديال الاقارب والعائلات ديالنا ان الناس كيموتوا بسبب ما عندهمش الدم. دونك شو اللي عندنا مسؤوليه فوق العاتق ديالنا ومسؤوليه كبيره اننا الا كنا بصحه وبسلامه وعندنا القدره اننا نتبرعوا بالدم، ما خاصناش نبخلوا على دوك الناس حيت نقدروا حنايا نعتقوا ارواح كثيره.